أهلا بكم. شخص ما يدعى سال يفكر بالحصول على تأمين على الحياة لأن لديه رهن ولديه ولد صغير وطفل آخر في الطريق، لذا إذا حصل له أي شيء يريد لعائلته على الأقل أن يكونوا قادرين على دفع الرهن، ومن ثم ربما يكون لديهم بعض المال للكلية والعيش وأي شيء آخر. لذا ذهب سال إلى شركة التأمين وأخبرهم أنه يريد الحصول على وثيقة تأمين بـ1,000,000 دولار. فعليا سوف يحصل على تأمين حياة لمدة محددة. إنه فقط مهتم بشأن 20 سنة القادمة. بعد هذه 20 سنة ربما سيستطيع دفع الرهن وتوفير مبلغ من المال ليتمكن أطفاله من الوصول إلى الجامعة على الأقل، أو ربما عليه أن يوفر أكثر لأجل الكلية. لهذا السبب يريد أن يعمل تأمين. خيار آخر لعمل تأمين كامل على الحياة بحيث يمكن دفع مبلغ محدد سنويا لبقية حياته، وفي أي لحظة يموت فيها يحصل على الـ1,000,000 دولار. طوال فترة حياته سيدفع $500 سنويا لمدة 20 سنة، $500 سنويا لمدة 20 سنة، وإذا مات خلال هذه 20 سنة ستحصل عائلته على المليون. في 20 سنة الأولى لابد له من الحصول على وثيقة تأمين جديدة لأنه كبير في السن ولديه فرصة كبيرة للموت في أي وقت، لذا سوف يكون بالنسبة له الحصول على التأمين أكثر تكلفة بعض الشيء. الآن ما أريد فعله في هذا التسجيل هو أن نفكر بشأن إعطاء هذه الأرقام التي طرحت على سال عن طريق شركة التأمين التي تفكر باحتمالات موته خلال 20 سنة القادمة. إذن سنفكر باحتمال موت سال خلال 20 سنة. Sales death in 20 years. بالاعتماد على ما أخبرته به شركة التأمين، أو على الأقل ما هو أقصى احتمال لموته من أجل الحصول على المال بالنسبة لهم. الطريقة الوحيدة التي نفكر بها هي أن نفكر بشأن ما هي الأقساط الكلية التي يحصلون عليها خلال الحياة مقسومة على مقدار التأمين. إذن هم يحصلون على $500. $500 ضرب 20 سنة يساوي $10,000 خلال الحياة. لقد قاموا بتأمين سال بـ1,000,000 دولار. $1,000,000. إذن يحصلون على هذه الأصفار تلغي بعضها البعض. إذن يصبح هذا مقسوما على مبلغ التأمين على الحياة. الناتج هو $1 في أقساط لكل $100 في التأمين. لكل $100 في التأمين. أو طريقة أخرى نفكر بها هي لنقل أنه يوجد 100 سال، 100 أعمارهم 34 سنة يبحثون عن تأمين لمدة 20 سنة وتم تأمينهم جميعا. إذا ضربنا هذا بمئة سوف نحصل على $100 للقسط. $100 للقسط. وهذه الحالة بحيث لدينا 100 سال، إذن 100 شخص مثل سال. حسناً، 100 سال سوف يحصلون على $100 في القسط. الطريقة الوحيدة لجمع المال هي إذا مات واحد من هؤلاء على الأكثر. إذا مات واحد من هؤلاء على الأكثر. إذا مات شخص واحد فقط. Break even if only one cell dies. أعتذر عن الحديث بهذا الشأن، ولكن حتى نوضح الفكرة، إذا طريقة نفكر بها أنهم يحصلون على $1 في القسط لتأمين $100، أو إذا كان هناك 100 سال يحصلون على $100 في القسط، والطريقة الوحيدة للحصول على المال هي إذا مات واحد فقط من هؤلاء.
إذن ما تقوله شركة التأمين فعليا هو أن الطريقة الوحيدة هي إذا كان احتمال موت سال في 20 سنة القادمة. P of sales death in 20 years أقل من أو يساوي 1/100. إنهم يحاولون جمع المال، إذن من المحتمل أنهم يعطوا هذه الأرقام لأنهم يفكرون أن احتمال موت سال جيد، ربما هو 1/200 أو 1/300 أو شيء أقل، لذا سوف يكون بإمكانهم تأمين المزيد من سال لكل $100 للقسط الذي عليهم دفعه. لكن على أي حال، إنها طريقة مطورة للتفكير بها، لقد جعلتني أشعر أفضل قليلا، لأن 1/100 خلال 20 سنة القادمة ليست سيئة جدا. إلى اللقاء.